السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم بإذن الله نبدأ في تشابتر جديد اللي هو النيوكلوتايد ميتابوليزم. النيوكلوتايد عبارة عن أول خطوة في الجينيتكس. الجينيتكس عبارة عن مواضيع كثيرة، تبدأ بالنيوكلوتايد وبعدها في عندنا النيوكليك أسيد وفيها كذا موضوع، لكن ما نعرف إذا هناخد شيء بعد النيوكليك أسيد ولا لا. النيوكلوتايد 4 دروس، يعني فعليا 3 دروس هي، وشيء مرة بسيط، يعني هو يعتبر مقدمة على باب ضخم اللي هو الجينيتكس. فالثلاثة دروس هذه حتكون شيء مرة بسيط فوق ما تتخيلوا، وخير برهان حيكون إن شاء الله الدرس الأول اللي حتشوفوا كيف سهولته وبساطته. قبل ما أبدأ حاب أنوه على شغلتين. أول شغلة إنه زي ما تعودنا مرجعكم أولا وأخيرا، المرجع اللي أنت بتستخدمه عادة، اللي يحب يدرس من سلايدات يدرس من سلايدات، اللي يحب يدرس من كتاب يدرس من كتاب، اللي يعتمد على الفيديوهات دي يعني حيا الله والله يوفقه، لكن إني ما أقدر أضمن لكم إنه مثلا لا سمح الله الاختبار يطلع عن الفيديو بشيء ولا لا. يعني مثلا في الهرمونز في كان سؤال طلع عن واحد سؤال بس ما قد شرحته في الفيديوهات، فكان في تنيب ضمير شويتين. فعموما الفكرة وصلت. تاني شيء نقول إن شاء الله نقدر أكمل النيوكليتايد ميتابوليزم، بس ما أقدر أوعدكم لأنه بيعتمد على الوقت واللي متوفر عندي، ولسه ما إحنا عارفين إيش اللي حصير في الأيام الجاية، فالله المستعان. طيب نبدأ بسم الله. وعندنا أول درس اللي هو حيكون introduction to nucleotide metabolism. هو عبارة عن تقريبا 50 سلايد، لكن حتشوفوا كيف إنه فعليا والله العظيم يعني يمكن 6 سلايدات كثير عليه. طيب نبدأ بسم الله. Lecture 1 Nucleotides Structure and Function حقتها، نشوف ايش هي. طيب عندنا الobjectives هنا، الcontents، الimportance of nucleotides. قبل ما نعرف ايش هي النيوكليتايدز نعرف اهميتها. طيب اول شيء النيوكليتايدز مهمة جدا في 6 عمليات زي ما احنا شايفين، منها synthesis of DNA و RNA والH proteins. الH proteins حنشوفها في النيوكليك اسيد ان شاء الله بتفصيل. تعتبر برضو carriers لactivated intermediates، تعتبر structural components، تعتبر ممكن تشتغل كsecond messengers زي ما شفنا نحن في الهرمونز كان عندنا cyclic AMP وcyclic GMP والأشياء دي. ممكن تعتبر energy currency in the cell لأنه فيها phosphate فممكن تتكسر. الـ ATP أصلاً عبارة عن nucleotide، وهذه كلها عبارة عن nucleotides، هتشوف كيف هتشوف إن شاء الله. واخر شيء انها ممكن تعتبر ريجولاتوري كومباوندز، يعني حاجه تأثر، يعني حاجه لها سيطره فوق عمليه معينه. ندخل في الستراكشر. ايش هي النيوكليتايد؟ النيوكليتايد باختصار عباره عن بنتوز شوجر. البنتوز هذا اخذناه في الكربوهيدرات. البنتوز عباره عن شوجر متكون من 5 كربونات. هذا اول مكون. ثاني مكون هو نيتروجينس بيز، حيكون يا إما بيورين أو بيراميدين. والمكون الثالث حيكون فوسفات جروب، يا إما واحدة أو حبتين فوسفات يعني أو 3 حبات. فعندنا هنا مثال زي ما أنتوا شايفين، الحلقتين هذه عبارة عن النيتروجينس بيز، هذا هو الشجر اللي عندنا، ديوكسي ريبوز. كيف عرفت إنه ديوكسي؟ دحين حنشوف إن شاء الله. وعندنا آخر شيء فوسفات عبارة عن مونوفوسفات لأنه حبة فوسفات واحدة زي ما إحنا شايفين. هذا هو باختصار شديد النيوكليتايد الستركشر حقته. طيب نتكلم عن النيتروجين سبيسز، عبارة عن بلانر أروماتيك رينج وهيتيروسايكليك. عندنا هي حتكون نوعين، يا إما بيورين أو بيراميدين. طيب كيف نعرف البيورين والبيراميدين؟ سهلة مرة. البيورين عبارة عن حلقتين والبيراميدين عبارة عن حلقة واحدة. فإذا جاك مثلا شكل نيوكليتايد قدامك وسألك هذا بيورين ولا بيراميدين، من عدد الحلقات حتعرف ايش هو. وهنا بيقول لك numbering of bases is unprimed. كيف يعني unprimed؟ يعني مثلا لما نجي نبغى نرقم الحلقة حقة البيز هذه، حنكون هنا carbon number 1 2 3 4 5 6. فكيف حنكتب ال 1 2 3 4 5 6؟ حنكتبها كده بشكل عادي زي ما طول حياتنا بنكتب ال 1 2 3 4 5 6 بدون اي اضافات. هل في اضافات؟ ايوه في اضافات، حنشوفها بعد شوية في الشجر. عندنا هذه البيورينز، طبعا اهم بيورينز لازم نعرفها عندنا الادينين اللي هي الاي والجوانين اللي هو الجي، ومو لازم نعرف الستراكشر، كفايه انه نحفظ الاسم والرمز حقه، خاصه الرمز هو اكثر شيء حنستخدم الرمز تقريبا في المحاضرات اللي هتيجي بعدين. هذه البيورينز زي ما قلت لكم حلقتين. البيراميدينز اللي هي الحلقه واحده عندنا 3 هم الاساسيين. عندنا السيتوزين اللي هو سي، ثايمين اللي هو تي، واليوراسيل اللي هو اليو.
طيب هنا عندنا هذه الخمسة هي اللي أنا قلت عليها، هذه أهم نيوكليك أسيد بيزز أو نيتروجينس بيزز بشكل عام، هي أكتر شيء بنستخدمه أو بيستخدم الجسم في التصنيع. A G U T C. طيب كيف تقسيمتها؟ أوكي هذول على طول دخلوا. طيب أنت زي ما أنت عارفين في عندنا حاجة اسمها دي إن إيه وفي حاجة اسمها آر إن إيه. الدي إن إيه عبارة، الآر إن إيه عبارة عن رايبو إيش؟ ديوكسي نيوكليك، ايوه رايبوز نيوكليك اسيد، وديوكسي رايبوز نيوكليك اسيد صح. فهذا هو الدي ان اي والار ان اي، ما نعرف كان المفروض يشرحوها اول شيء، مو مشكله. طيب عندنا بالنسبه للبيورينز اللي هم الادينين والجوانين، هذول يشتغلوا او هذول ممكن يتكون منهم اي دي بي، سوري ممكن يتكون منهم دي ان اي او ار ان اي، يعني ممكن نستخدم دول الاثنين سواء في تصنيع الدي ان اي او تصنيع الار ان اي. هذا بالنسبه للبيورينز. بالنسبه للبايراميدينز لا، عندنا تي والسي نستخدمهم في الدي ان اي، والسي واليو نستخدمهم في الار ان اي. بمعنى اخر السي عباره عن مكون اساسي مشترك بين الار ان اي والدي ان اي، لكن الدي ان اي ممكن يستخدم التي والار ان اي ممكن يستخدم اليو اللي هو اليوراسيل. عندنا هنا البيورينز مره تانية، طبعا في صور كميه مهوله جدا في الدرس فحسوي الاغلب سكيب. خلصنا من النيتروجين سبيس، دحين نروح على الشجر. الشجر زي ما قلت لكم بنتوز، البنتوز هو عبارة عن كربوهيدرات مكون من 5 حبات كربون. النمبرينج اوف شجرز از برايمد، هذا هو الفرق. شايفين انتم هنا الواحد كيف مكتوبة، شايفين دي العلامة موجودة عند الاثنين، موجودة عند الثلاثة، موجودة في الاربعة الخمسة، زي كده نرقم الشجرز. فهذا معناه انه لو جيت بتعود مثلا ارقام وشفت 1 2 3 4 5 زي كده بدون اي شيء، اعرف انه هذا نيتروجين سبيس. اما اذا شفت 1 برايم 2 برايم 3 برايم وكده حتعرف انه هذا ايش، عباره عن البنتوز. عندنا الشوغرز اللي تستخدم في التصنيع عندنا اثنين، يا رايبوز يا ديوكسي رايبوز. الرايبوز حيعطينا ار ان اي، والديوكسي رايبوز رايبوز حيعطينا دي ان اي. طبعا رايبوز ار ار ان اي ودي دي ان اي، اظن وضحت. اوكي طيب عندنا حاجه اسمها نيوكليوسايدز، كانت ديكا تايدز هذه سايدز. طيب ايش هي النيوكليسايدز؟ النيوكليسايدز باختصار شديد جدا 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 بيز زائد شجر. هرجع للسلايد اللي قبلها بعد شويه. فاذا كان عندنا بيز وارتبط بها بنتوز شجر اتكون عندنا حاجه اسمها نيوكليسايد. في النيوكليسايد هنا بيقول لك انه طبعا قلت لكم شجر مع سواء بيورين او بايرميدين ترتبط ب النيتروجينس بيز عن طريق حاجه اسمها ان جلايكوسيديك لينكج او نيتروجين ان جلايكوسيديك لينكج. طبعا الجلايكوسيديك بند هذه اخذناها في الكربوهيدرات. اذا كان عندنا بيورينز الكربون 1 برايم، طبعا 1 برايم انا احنا هنا بنتكلم عن ايش، بنتكلم عن الشجر صح. الشجر حيرتبط في النيتروجينس بيز في ال ان 9 خلاص. اما في حاله البايراميدينز طبعا هذا اللي بتكون من حلقتين، فال ان 9 هترتبط بالكربون نمبر 1 برايم. اما في حاله البايراميدين بايراميدينز الN1 هترتبط بالكربون 1 برايم، معناه لو بيورينز الN9 هو اللي حيكون مسوي الجليكوسيديك لينكج، ولو بايراميدين الN1 هو اللي حيكون مسوي الجليكوسيديك لينكج. تقدروا تشوفوا امثله يعني، هنا امثله زياده. طيب الفوسفات جروب، نحن اخذنا النيتروجين سبيس واخذنا البنتوز، دحين عندنا الفوسفات جروب. هيكون عندنا يا مونو يا داي يا تراي. الفوسفات قال لكم ممكن يرتبط يا اما بالكربون نمبر 3، طبعا المفروض تكون 3 برايم او 5 برايم لانه هو بيرتبط في البنتوز ما بيرتبط في النيتروجينس بيز. طيب متى يرتبط في الكربون نمبر 3 برايم ومتى يرتبط في ال 5 برايم؟ طبعا كل واحده لها حاله خاصه، انا افضل ما اشرحها حاليا لانه حتمر علينا في الدروس الجايه، فنخليها في وقتها. حاليا انت احفظ انه ممكن يرتبط يا بال 3 برايم يا بال 5 برايم، وطبعا المفروض في برايم هنا، انا عارف بيقولوا فين البرايم هي موجوده، المفروض انه في برايم. زي ما انتم شايفين هذه هي حبه الفوسفات مرتبطه في الكربون نمبر 5 برايم، وممكن ترتبط في ال 3 برايم، هنشوف بعدين كيف. هذه هي النيوكليوتايدز. النيوكليوتايد عباره عن بيز زائد شوجر زائد فوسفات، يعني بمعنى اخر تقدر تقول انه النيوكليوتايد عباره عن نيوكليوسايد زائد فوسفات. طيب توضيح اوكي. نيمينج كونفنشنز، كيف بنسمي النيوكليوتايدز والنيوكليوسايدز؟
النيوكليسايدز اذا كان عندنا بيورين اللي هو النيتروجين سبيس كانت بيورين في نهايه الاسم حنحط سين فيصير عندنا زي ادينوسين دايفوسفيت مثلا جوانوسين مونوفوسفيت عارفين الاشياء دي. اما اذا كان بايريميدين حنحط في النهايه ايش دين فاذا كانت بيورين سين واذا كانت بايريميدين حنحط دين زي الاساتيدين يوريدين ثايميدين وهلو مجرى. هذا بالنسبه للنيوكليوسايد النيوكليوتايدز هنا حنحط في النهايه. اما اذا في النيوكليوتايدز حنحط في البدايه ايش اللي حنضيفه. حنضيف باختصار شديد عدد حبات الفوسفات فاذا كان عندنا واحده حنقول مونو واذا كانت اثنين حنقول داي واذا كانت ثلاثه حنقول تراي وبعدين طبعا فوسفات. عندنا امثله هنا ادينوسين مونوفوسفات وانتم عارفين امثله كثيره انه ما يحتاج صوره توضيحيه صوره توضيحيه. واذكركم زي ما انا دائما بذكركم في البايوكيمستري الكلام هو اللي نحن مطالبين فيه الصور هذه للتوضيح فقط لا غير. وشفت في اختبار الهرمونز كيف بالفعل الاختبار ما طلعنا كلام توضيح. طيب هنا بيعطينا امثله او بيعطينا البيز النيوكليسايد والنيوكليتايد. فهنا مثلا اذا كان عندنا البيز مثلا سيتوسين النيوكليسايد حنسميها سايتيدين. طبعا اذا كانت سايتيدين معناه انه ايش اللي ركب فيها ايش نوع النيتروجينس بيز بايريميدين صح لانه نحن قلنا هنا انه اذا كان بيورين حنضيف سين واذا كان بايريميدين حنضيف دين وبعدين حسب عدد الفوسفات حنقول طبعا مونوفوسفات مونو كلها مونو وزي كده يعني. توضيح مرة تانية توضيح كمان هنا بيوريك هذه توضيح لشيء لسه ما أخذناه يعني حيجي بعد شوية اللي هو تكسير النيوكليتايدز. طبعا النيوكليتايدز لما نكسرها حترجع لأصلها حتتكسر للنيوكليسايد زائد فوسفات لأنه نيوكليسايد مع فوسفات حيعطونا إيش النيوكليتايد ما فيها كلام. الفوسفات هذا خلاص عبارة عن سينجل موليكيول ما يقدر يتجزأ أكتر من كده حيمشي لحاله. النيوكليسايد ممكن يمتصها الجسم وممكن تتكسر أكتر سواء لي يعني مو سواء يا حيمتصها الجسم يا حتتكسر للبيز نيتروجينوس بيز والبنتوز. وطبعا بعدين النيتروجينوس بيز ممكن تكون بيورين أو بايريميدين البنتوز ممكن يكون ريبوز أو ديوكسيريبوز وكل واحد حيروح المكان اللي هو محتاج فيه. طيب ندخل في حاجه اسمها الفري نيوكليسايدز اند نيوكليتايدز. اول شيء ايش يعني فري نيوكليسايدز ونيوكليتايدز؟ طبعا ما هو مكتوبه هنا لكن عشان انا طبعا اللي لو تقدر تدور في النت عشان تحصل الجواب انا دورت في النت بيقول لك انه الفري متى نقول على نيوكليسايد او النيوكليتايد انها فري. اللي انا فهمته انه لو كان عندنا يعني مثلا شيء مرتبطه فيه له ثلاثه حبات فوسفات او حبتين فوسفات وبعدين لما كوننا منه نيوكليسايد او نيوكليتايد اتكسرت حبه ولا حبتين فوسفات حتتحول لحاجه اسمها فري. انا ماني متاكد من صحه المعلومه دي لاني قريتها على النت لكن طالما انها ما هي مذكوره هنا فاللي يبغى يحفظها حفظ يعني اللي هو يبغى يحفظ بس نجيب درجه هلو مجرى. لانه في الاخير هذا الشيء ما اظن راح يفيدك في مستقبلك يعني بشيء كثير الا اذا انت ناوي تتخصص في تخصصات دقيقه جدا تهتم بالاشياء هذه وما ظنيت انه الاسنان توفر مثل هذه التخصصات لكن عموما مو موضوعنا. طيب الفري نيوكليسايدز والنيوكليتايدز عندنا هنا معطينا تقريبا 7 امثله نحفظها حفظ. من الاخير انا اقول لكم احفظوها وان شاء الله مستحيل يطلع الاختبار عنها مو مش ممكن مستحيل. طيب اول مثال عندنا ال AMP ADP ATP خلاص معروفه ادينوسين مونو داي تراي فوسفات. تاني مثال عندنا السايكليك AMP سايكليك 3 برايم 5 برايم ادينوسين مونوفوسفات. طبعا نحفظ السايكليك AMP المفروض كفايه ونحفظ انه هذه هي العمليه حقت سوري هذه هي العمليه بس البارت الثاني ما احنا مهتمين فيه. ال ATP بيجي عليه انزيم اسمه ادينايل سايكليز بيحوله لسايكليك AMP خلاص نحفظ الانزيم ونحفظ الاصل ونحفظ الناتج زي ما تعودنا. المثال الثالث هو الاكتيف ميثيونين او اللي هو نسميه احنا سام جاي من اس ادينوسيل ميثيونين اس جاي من سلفر. عموما السام هذا هو ثالث مثال. السام كيف بنجيب السام بيكون عندنا ميت وانا ماني عارف شو الميت اظنه ميثيونين. الميثيونين بيجي عليه انزيم اسمه ميثيونين اكتيفيتنج انزيم مره سهل الاسم وبيحوله للسام. هذا هو البارت اللي نبغاه نحن من المعادله ما نبغى البارت الثاني لانه خلاص
نحفظ الاصل، نحفظ الناتج، نحفظ الانزيم، ونحفظ اللي هو الاي تي بي دخل طلعت حبتين فوسفات، وطبعا الاي ام بي بعدين حبه الفوسفات الوحيده حتمسك في الميثيونين عشان ايش تكون لنا اللي هو النيوكليوتايد، لانه نحن عارفين ان النيوكليوتايد لازم يكون فيه الفوسفات جروب. فمن فين جت الفوسفات جروب؟ مو مشكله. طيب نحاول نأجل اسرع قدر الاشا. رابع مثال عندنا اللي هو البابس. ايش هو البابس؟ اللي هو 3 برايم فوسفو ادينوسين 5 برايم فوسفو سلفيت. البابس هذا شكله، ما لازم نعرف شكله وخلصنا. بس خامس مثال ينقسم لثلاثه امثله. هو ايش خامس شيء؟ يقول لك الكو انزيمز اللي بتحتوي على ادينين هي عباره عن ثلاثه. اول واحد فيها اللي هو النيكوتينامايد نيوكليوتايدز، اللي هي نحن بنسميها نيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتايد. طبعا ليش داي نيوكليوتايد؟ لانه عندنا هذا الشيء نحن عندنا معلش هنا اوضح، عندنا نيكوتيمايد هذه عباره عن نيوكليوتايد ومسك فيها نيوكليوتايد ثاني خلاص اللي هو الادينين نيوكليوتايد، فتكون عندنا اللي هو الان اي دي ناد بلس الكوينزيم المعروف والمشهور اللي دوخنا في الترم الاول. هذا اول شيء. ثاني شيء عندنا طبعا هنا توضيح اكثر، هنا توضيح اكثر، هنا بيوريك الاكسيدايزد فورم والريديوسد فورم اللي هو الناد بلس والناد بي بلس والناد اتش والناد بي اتش. طبعا هنا نرجع مره ثانيه، هنا عندنا الناد بلس وهنا عندنا الناد بي بلس، خلاص زي ما تعودنا نحفظ الاسم. وثاني شيء عندنا الفلافين نيوكليوتيدز، هي الاف ام ان. الاف ام ان هذه ايش حتعطينا؟ الاف ام ان مره مهمه لانه حتعطينا حاجه اسمها فاد. نحن انت عارفين طبعا الفاد والفاد اتش 2 زي كده. فهذا هو الفاد، وزي ما قلنا نحفظ الاسم، ما يحتاج نضيع نفسنا في الرسمات والتوضيحات. ولو سمحت هدوء معلش. عندنا هنا الرايبوفلافين اللي هو بيعطينا الفلافين نيوكليوتايدز، عندنا الاف ام ان. طبعا هرجه البلاك والبلاك بلو هذه صراحه انا ما فهمتها، اظن انه هو بيتكلم عن التوضيح، بيقول لك انه هذا هو البي اللون البارت اللي هو ملون بالاسود هو الاف ام ان، اما هذا كله اللي هو ملون اسود وازرق هو الفاد اظن، يعني والله اعلم ما اظن لها معنى علمي يعني غير كده توضيح. فنحفظ انه الرايبوفلافين عنده كوينزيمز ثلاثه اللي هي رايبوفلافين واف ام ان وفاد. وثالث شيء اخر شيء اللي هو الكو اي سلفاهيدريل. الكو اي طبعا مر علينا كثير مرات الترم الاول، ما اظن في احد ما يعرفه. واظن اخر نقطه في الدرس دايجستشن اوف نيوكليك اسيدز، وهذه انا شرحتها على الصوره اللي راحت من اول. النيوكليك اسيدز لما بناكلها او يعني كيف بيصير لها ديجريديشن، بيقول لك الانجستد نيوكليك اسيدز اللي النيوكليك اسيدز اللي ناخذها عن طريق الدايت بناكلها بتتكسر عن طريق بانكرياتيك انزيم وانتستينال انزيم. البانكرياتيك انزيم اسمه بانكرياتيك نيوكلييز، والانتستينال انزيم اسمه انتستينال فوسفودايستريز. خلاص نحفظ اسامي الانزيمين. هذه هي المسؤوله عن تكسير النيوكليك اسيدز او النيوكليوتيدز. بيقول لكم انه في بعض الجروب سبيسيفيك نيوكليوتيدز وبعضها يكون نون سبيسيفيك. بتتكسر للنيوكليوسايدز. النيوكليوسايدز لها تو فيتس زي ما قلت لكم، يا اما انه حصل لها دايركت ابزوربشن اوف نيوكليوسايدز يعني الجسم يمتص النيوكليوسايد زي ما هي، يا اما انه يقول والله انا صراحه ماني محتاج النيوكليوسايد خليني اكسرها لاصلها اللي هو عباره عن بيز زائد ريبوز بيطلع من النيوكليوسايد. النيوكليوسايد اصلا عباره عن بيز زائد ريبوز. هذه صوره للتوضيح، وهذه تيست يور سيلف اسئله كده على السريع اللي بيختبر نفسه. وخلصنا الدرس الاول زي ما قلت لكم، الدرس حرام فيه يعني 46 سلايد، اظن 5 سلايدات كفايه عليه. عارف ان الشرح ما كان مره تمام بس ما في شيء نشرح يعني كله واضح. فبالتوفيق ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الثاني اذا حيكون في فيديو ثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تلهيكم الصلاه عن لا تلهيكم الدراسه عن عباده ربي. مع السلامه.